الأسرار التي تناولناها بما اجعلها يا رب لنا للغفران. أيها المسيح مالك الدهور، أنت مثال الله والإنسان، بجسدك ودمك غفرت خطايا المؤمنين بك. أهلنا يوم ظهورك للسرور بملاقاتك، ومع المراتب السماوية نصعد المجد. آمين وآمين. رازدا سوم بهيمانوثا نهون لنمار حوسي حوبي دموثا دعودا ودعاوذا أتوم شيحا ملكة علمي بغراخ وذماخ حست وشوار مومي وحوبي دخلت هاي من باخ وشوال خلن دو غليانا فارسيا نبق نرعاف وعن صدريهن دش مياني نسف شوحا